الأمراض اللي بنساعد. اللي بتأسف فيه ياسر اللي اليوم مع اللي اليوم ما زلنا بعد ثورة بعد ما كما قال الوزير بكري أنه ما زلنا نلتجئ للطرق هذه اللي عبر على يأسنا الانسداد أفق واللي هي مخطرة ياسر على الصحة وهي ما قريبة من الحلول الانتحارية وتنفسر علاش لأنه اليوم المدربين على الجوع تعرف نهار 23 يوم من الرابع الجوع رغم الماء والسكر ماهوش يخليهم معناها ميسيس ديزيدراتاسيون ما يتجفوش اما في نفس الوقت فيها مآسي يعني اليوم في التحليل اللي شفناه ظهر لنا ان الحاله نتاع المدربين على الجوع اليوم بدات تتقدم مرحله ثم مراحل في اضراب الجوع نعرفوا احنا اضرابات الجوع صارت برشا في تونس ثم مراحل اللي تبدا فيها بعض الاعراض اللي تنبأ على تطور الوضعيه الى ما اخطر. اليوم ثم برشا معناها اعراض منها انه ساعه اول حاجه الناس كلها ضعفت في 10 كيلو حتى اكثر من 10 كيلو في المده هذه وهذا مهم ياسر ويعبر على انه البدن ما خذاش ما قاش التغذيه نتاعو قاعد يستهلك في المخزونات نتاع الجسم. ومن اخطر المخزونات اللي يستهلكها الجسم هي العضلات وهذه الوجيعه نتاع العضلات اللي موجوده عند بعض المدربين على الجوع يعني بدا يستهلك في العضلات واذا استهلك في العضلات اللي مشكل نتاعو معناها هذا هو اللي اخترع على الكلى فثم امكانيه معناها ثم اختار بالنسبه للمدربين على الجوع على مستوى الكلى كذلك معناها ثم شكون بدا يشوف الباب على عينيه وهذا ثم اختار زاد على العينين اللي هذا مش الاخطر هذه مش ثم عباد اتعب من عباد راهو بصفه عامه الوضع قاعد يمشي لوضعيه مترديه اكثر كذلك معناها الماء اذا ما فماش معاه بروتينات باش ينجم كيف كيف يمس المخ نتاع المضربين يعني تصير ما يسمى بالودام معناها الماء في المخ يخلي زاد يمس في الجهاز العصبي نتاع المضربين كذلك ما غير الحكيم على افتقار معناها في الكالسيوم السنين وغيره العظام الى اخره اذا اش نقول انا اليوم الوضعيه مع الاسف وضعيه معناها بدات تولي مخطره ياسر ونحمل المسؤوليه كل واحد اللي ينجم يوقف اضراب الجوع هذايا ويأجل فيه نهار ولا ساعة راهو مسؤول على الوضعية نتاع تدهور الصحة نتاع المدربين على الجوع. اليوم الوضعية ماشية أخطر من اللي هي وما نعرفوش غدوة بعد غدوة بعد أسبوع يعني احنا ما عندناش إمكانية باش نعرف خاطر كل جسم نتاع كل واحد يرد الفعل بطريقته أما في كل وقت نجم يصير مشاكل في القلب مشاكل في الأعصاب مشاكل في العينين مشاكل في الكلى إلى آخره دونك راه الوضعية مخطرة رغم اللي تشوفوا فيهم قاعدين وما يهربوا كانوا مرتاحين وكذا صحيح شربوا الماء بزايد ربما هذاك علاش ما تحسوش في تاع ديزيدراتاسيون هذا الجفاف ولكن فما راه برشا حاجات مخطرة باش تجي على القريب ونحمل مسؤولية كل واحد وإذا ثم موعد ما ثماش حتى موعد ينجم يتأجل قدام الصحة نتاع المضربين على الجوع والحلول لازم تجي في آخر الوقت.